السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في مراجعة جديدة في الجبر والإحصاء. تعالوا بقى مع بعض كده نشوف الأسئلة. أول سؤال بيقول لي أجب عن الأسئلة الآتية، اختر الإجابة الصحيحة ما بين الإجابات المعطاة. السؤال الأول بيقول لي إذا كان س تنتمي لح، السين بتنتمي لح، تمام، وكان السين أكبر من الواحد وأقل من السين أكبر من الواحد وأقل من التلاتة، فإن تلاتة سين ناقص واحد، فإن تلاتة سين ناقص واحد هتنتمي لإيه؟ طيب أنا ممكن يا جماعة أحل السؤال ده بكذا طريقة. هو هنا بيقول لي السين أكبر من الواحد وأقل من التلاتة، عايز قيمة التلاتة سين ناقص الواحد. ممكن أقول أنا هنا عندي السين أكبر من الواحد وأقل من التلاتة، يبقى دي عبارة عن قيم سين، ممكن أعوض بها هنا. عايز تعوض مرة بره بالواحد ومرة بالتلاتة، مفيش مشكلة. هتقول الواحد في تلاتة بتلاتة، تمام؟ لو أنا عوضت بواحد، الواحد في تلاتة بتلاتة، ناقص واحد يبقى اتنين. تعال أعوض مرة تانية بتلاتة، التلاتة في تلاتة بتسعة، تسعة ناقص واحد هيبقى تمانية. طبعا هنا مفيش يساوي وهنا مفيش يساوي، يبقى 2 و8 والفترة تبقى مفتوحة، يبقى الإجابة بتاعتي 2 و8 الفترة مفتوحة. السؤال الثاني بيقول لي المدى لمجموعة القيم 7 و3 و6 و5 و9. المدى هنا عندي يا شباب أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، الكبير عندي 9 ناقص الصغير عندي 3، 9 ناقص 3 كام؟ 6، يبقى المدى عندي 6. السؤال رقم 3 بيقول لي نص العدد، عايز النص، نص العدد 4 أس 20. دي يا شباب لها كذا حل، تمام؟ ممكن تحلها بشغل أولى إعدادي. إيه هو؟ كنت أنا بقول نص العدد يعني بضرب في نص أو بقسم على 2، يعني ممكن تقول لي الـ 4 أس 20 دي هقسمها على 2. طب يا مستر أنا كنت واخد إن لازم في القسمة تكون الأساسات متشابهة عشان أطرح الأسس، يبقى الأربعة دي ممكن أكتبها كام؟ تمام، 2 أس 2 الكل أس كام؟ 20 على 2. وبرضه يا مستر أنت قايل لي إن أس الأس يضرب، يبقى أنا عندي الاتنين أهي، و2 في 20 هيبقى ب 40 على 2. طبعا بقى الأساسات متشابهة، أثبت الأساس وأطرح الأسس، 40 ناقص 1 يبقى 39. يبقى الإجابة بتاعتي 2 أس 39. طيب تعالوا كده مع بعض نشوف السؤال الرابع. بيقول لي إذا كانت س وص مجموعتين غير خاليتين، وكان نون يعني يا شباب يعني عدد العناصر، ماله بقى نون س تربيع بأربعة، تمام؟ بيقول لي نون س تربيع بأربعة، يبقى نون س بس بكام؟ تمام، هيبقى باتنين. ورجع قال لي إن نون س ضرب ص بكام؟ بستة. طب أنا عندي نون س كانت باتنين، اتنين أضربها في كام تديني ستة؟ في تلاتة، يبقى نون ص عندي هتبقى بتلاتة. طب هو يا مستر مش عايز نون ص، عايز نون ص تربيع، ربع التلاتة، تلاتة تربيع هتبقى بتسعة. السؤال اللي وراه بيقول لي إذا كان ألف في ب على تلاتة بيساوي ألف على تلاتة فإن ب تساوي ناقص. ده يا شباب تراكمي. لو أنا جيت بصيت أنا عندي الألف ده مقامه إيه؟ واحد، تمام. طب كده أضرب كده الواحد في تلاتة بتلاتة. طب يا مستر يبقى الألف أضربه في إيه يديني ألف؟ ده الألف هو نفسه اللي طلع. طيب معنى كده إن اللي بينضرب فيه محايد ضربي، لا بيزود ولا بينقص، يبقى مين المحايد الضربي؟ واحد، يبقى الباء دي هتبقى بكام؟ بواحد، يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى واحد. السؤال رقم 6 بيقول لي إذا كان س ص بيساوي 7، الس مضروبة في ص بكام؟ بسبعة، فإن الص تتناسب إيه؟ أولاً هقول لك التناسب ده تناسب إيه؟ هتقول لي تناسب عكسي يا مستر، ليه تناسب عكسي؟ عشان س ص بيساوي ثابت، يبقى ده تناسب عكسي. طب التناسب العكسي الصب بتتناسب مع مين؟ هقول لك مع واحد على س. الصب بتتناسب مع مين؟ مع واحد على س.
تعال نشوف سؤال تاني كده، بيقول لي إذا كانت ب وسطا متناسبا، الب مالها؟ وسطا متناسبا بين الألف والجيم، أثبت أن ألف ناقص ب على ألف ناقص جيم بتساوي ب على ب زي الجيم. أنا قلت لك لما يجي لك ب وسط متناسب، أنا عندي بكتب على طول إن الألف على الب بتساوي الب على الجيم بيساوي يا شباب بيساوي ثابت، ألف على ب بيساوي ب على جيم بيساوي ثابت. ومنها بقول إن الب بيساوي جيم ميم. طب والألف هيساوي برضه جيم ميم بس أس كام؟ أس 2. يبقى تاني إذا كان ب وسطا متناسبا يبقى الألف على ب بيساوي الب على الجيم بيساوي ثابت، الب بتساوي جيم ميم، الألف هتساوي إيه؟ جيم ميم أس 2. هبتدي أعوض، همسك الأول الطرف الإيه؟ الطرف الأيمن. تعالى كده نمسك الطرف الأيمن. الطرف الأيمن عندي عبارة عن إيه؟ عن ألف ناقص ب على ألف ناقص ج. تعالى كده نشتغل يلا في الطرف الأيمن كده. أنا عندي الألف دي قيمتها بكام يا شباب؟ أهو بجيم ميم تربيع، يبقى جيم ميم تربيع ناقص الب، الب بجيم ميم على ألف، الألف بجيم ميم تربيع ناقص الجيم. قلت لك طريقة حل السؤال ده إن أنت بتخرج عامل مشترك، هنا جيم وهنا جيم، هاخد الجيم عامل مشترك، هنا ميم تربيع وهنا ميم، هاخد الميم بأصغر أس واقسم الجيم هتطير مع الجيم، ميم تربيع على الميم فيها الميم ناقص جيم ميم على جيم ميم فيها الواحد. هنا في المقام هاخد الجيم عامل مشترك، هيبقى لي ميم تربيع ناقص واحد. طبعا حضرتك ممكن تقول لي ايه يا مستر نطير، هنطير ايه؟ ممكن اطير الجيم مع الجيم، هقول لك تمام، بس هنا ما اقدرش اطير. هقول لك ليه؟ هتقول لي لان الباقي هنا عندي ميم في ميم ناقص واحد على هنا القوس اللي تحت ده عباره عن ميم تربيع ناقص واحد. هقول لك ما ده فرق ما بين مربعين بتاع تانيه اعدادي يتحلل لقوسين، قوس بالموجب وقوس بالسالب، ميم ناقص واحد في ميم زائد واحد. طيب يبقى انا عندي دلوقتي اقدر اطير قوسين مع بعض، هطير القوس ده مع القوس ده، هيبقى لي ايه؟ ميم على ميم زائد واحد، وبروز له كده الايه؟ الطرف الايمن. طيب تعال نروح على الطرف الايسر. الطرف الايسر عندي اهوت، الطرف الايسر عبارة عن ب على ب زي الجيم. انا عندي الب قيمتها بجيم ميم على ب جيم ميم زائد جيم هيساوي، عندي الجيم ميم هكتبها زي ما هي، جيم ميم وجيم هاخد الجيم عامل مشترك هيبقى لي ميم زائد واحد. هنطير، هنطير ايه يا شباب؟ هنطير الجيم مع الجيم هيبقى لي ميم على ميم زائد واحد. لو بصيت كده هنا من واحد ومن اتنين هتلاقي الطرفين متساويين، هقول له من واحد واتنين اذا الطرفان متساويان. تمام كده يا شباب؟ تعال نشوف سؤال تاني كده، بيقول لي اذا كان س زائد 3.9 ده زوج مرتب بيساوي 5 وص تربيع ده زوج مرتب تاني، اوجد قيم س وص. طيب السؤال ده يا شباب اللي هو اول درس عندك في منهج الجبر، تمام، اللي هو تساوي زوجين مرتبين. كنت متى يتساوى زوجين مرتبين؟ اذا كان المسقط الاول بيساوي المسقط الاول، المسقط الاول ده بيساوي الاول. طيب وايه تاني؟ هقول لك والمسقط التاني بيساوي المسقط التاني. طيب تعالوا كده يا شباب يلا نساوي المساقط. يبقى هساوي المسقط الاول س زائد 3 هساويها بالمسقط الاول اللي هو كام؟ 5، ومنها س هتساوي 5، الثلاثة تعدي بعكس الإشارة يبقى س هتساوي 5 ناقص 3 كام؟ 2، يبقى س عندي ب 2. طيب بعد كده هساوي المسقط الثاني بالمسقط الثاني، المسقط الثاني عندي عبارة عن ص تربيع هساويه بالتسعة،
دي صاد أسها 2، يبقى اخد الجذر التربيعي للطرفين، في الجذر التربيعي باخد الموجب والسالب، وجذر التسعة كام؟ 3. يبقى انا عندي القيم بتاعتي س هتبقى ب2 والصاد بموجب او سالب 3. نخش على السؤال اللي وراه، بيقول لي اذا كان ايه؟ اذا كان ص تتناسب مع 1 على س، يبقى على طول يا مستر لازم تعرفني ان التناسب ده تناسب ايه؟ عكسي. تمام. وكانت ص بتساوي 4 عندما س بتساوي 2، اوجد العلاقه بين س وص. طيب اول حاجه هو بيقول لي ان ص بتتناسب مع 1 على س، يبقى العلاقه بتاعتي يا شباب هقول له ص بتساوي م على س، او يا مستر لو انا عايز اجيب الثابت على طول يبقى س ص بتساوي ميم. دي او دي صح. طب تعال عوض يلا عشان نجيب الثابت. انا عايز اجيب الثابت ميم، الصاد عندي بكام؟ باربعة، والسين باتنين، يبقى اربعة في اتنين هتساوي الميم، يبقى الميم هتساوي اتنين في اربعة بتمانية، يبقى العلاقة بتاعتي ص بتساوي 8 على س، واقول له ده الايه؟ دي العلاقة بتاعتي. يبقى انا كده جبت له اول مطلوب، العلاقة بين س وص. طيب المطلوب الثاني بيقول لي هات لي قيمة ص لما س ب8. هقول له ماشي مفيش مشكلة، هعوض هنا في العلاقة يا شباب. هو عايز قيمة ص، يبقى اقول له ص هتساوي 8 على، قايل لك الس بكام؟ الس ب8، شيل يا حبيبي الس وحط مكانها 8، 8 على 8 فيها الايه؟ الواحد. يبقى قيمة الص عندي هتبقى بكام؟ بواحد. شوف سؤال تاني، بيقول لي إذا كانت الدالة من ح لح، حيث دالة س عبارة عن 2 س زائد أ، وكانت دالة التلاتة بتساوي 9، أوجد قيمة أ. أول حاجة كده معنى دالة التلاتة بتساوي 9 معناها إيه؟ معناها يا مستر إن أنا هشيل كل س وأعوض عنها بتلاتة. بص دي كانت دالة س، كتبها لي دالة التلاتة، يبقى شال السين وهعوض عنها بكام؟ بتلاتة، وبعد ما تخلص تساوي ده كله بكام؟ بتسعة. يبقى تعالى كده نشتغل، الأول الدالة بتاعتي دالة سين بتساوي 2 سين زائد أ، تمام؟ ورجع قال لي إن دالة التلاتة بتساوي 9، هقول له إذا 2 في، إحنا اتفقنا قلنا هنشيل السين دي ونحط مكانها كام؟ 3، يبقى 2 في 3 زائد الألف هساويها بالتسعة، 2 في 3 ب 6 زائد الألف بتساوي 9، يبقى الألف هتبقى بكام يا شباب؟ ب 3. يبقى أنا كده جبت قيمة مين؟ الألف. طيب بعد كده بيقول لي هات لي إيه؟ هات لي إحداثي نقطة تقاطع المستقيم الذي يمثل الدالة د مع محور السينات. عايز التقاطع مع محور السينات. أنا بقول لك لما أكون عايز لإيجاد نقطة تقاطع مع محور السينات نضع ص بتساوي 0. ده امتى؟ لما يكون عايز اجيب نقطة التقاطع مع محور السينات بحط الصاد بصفر. يبقى هاجي اعوض هنا في الدالة بتاعتي، اكتب لك الدالة تاني، دالة س بتساوي 2 س، ما تكتب ليه زائد أ بقى؟ ما انت لسه جايب قيمة أ بكام؟ بتلاتة، يبقى زائد 3. هاخد الدالة دي وساواها بالصفر، ليه؟ لأن الصاد عندي بصفر، لأن أنا بجيب نقطة التقاطع مع محور مين؟ السينات. يبقى الاتنين س هتساوي سالب 3 على الاتنين على الاتنين، إذا س هتساوي سالب 3 على 2. يبقى نقطة التقاطع، خد بالك هو بيقول لي إيه؟ إحداثي نقطة، يبقى لازم تكتبها في زوج مرتب، يبقى الزوج مرتب بتاعي سالب 3 على 2، وإيه يا شباب؟ وصفر. شوف سؤال تاني، بيقول لي احسب الانحراف المعياري للقيم 4 8 12 10 6. انا عشان اجيب الانحراف المعياري يا شباب قلت اول حاجه بعملها لازم اجيب الايه؟ لازم اجيب الوسط الحسابي، لازم اجيب الوسط الحسابي. طبعا السؤال ده لازم يكون ماسك في ايدك آلتك الحاسب عشان تحل الكلام ده. طيب تعال نجيب س بار بيساوي، فاكرين س بار بتساوي ايه؟ بتساوي مجموع القيم على عددهم. يبقى انا هقول له 4 زائد 8 زائد 12 زائد 10 زائد 6 على عددهم كام يا شباب؟ عد معايا، ادي 1 2 3 4 5.
طيب لما نيجي نجمع الكلام ده هيديني كام يا شباب؟ نكتب كده الاول مع بعض، يبقى 4 زائد 8 زائد 12 زائد 10 زائد 6 على مجموع عددهم 5 هيديني كام؟ هيديني 8. يبقى الوسط الحسابي بتاعي هيديني كام؟ 8. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بعمل الجدول بتاعي. بيبقى عبارة عن س وس ناقص س بار وس ناقص س بار الكل تربيع. تعالى نكتب كده القيم بتاعت الس بتاعتي. أول حاجة عندي 4 8 12 10 6 واكتب لي هنا المجموع. طيب س ناقص س بار يعني بتطرح لي القيم س دي من الوسط الحسابي، يبقى 4 ناقص 8 هيديني سالب 4 ربع على طول 16. بعد كده 8 ناقص 8 هيبقى بصفر، صفر تربيع بصفر. بعد كده 12 ناقص 8 هيبقى 4، 4 تربيع ب 16. 10 ناقص 8 هيبقى 2، 2 تربيع ب 4. 6 ناقص 8 سالب 2 تربيعها ب 4. تعالى كده نجمع كده مع بعض. عندي 16 و16 32، 32 و4 يبقى 36، 36 و4 يبقى كام؟ يبقى 40. طب عايز اجيب الانحراف المعياري، سيجما هتساوي ايه؟ هتساوي الجذر التربيعي لمج س ناقص س بار الكل تربيع على نون. اكتب لك قانون مج س ناقص س بار الكل تربيع على مين؟ على نون. طب تعالى نعوض كده، يبقى سيجما هتساوي جذر 40 على عندي نون بكام؟ بخمسة. وبالآلة الحاسبة بتاعتي أقول له جذر عندي 40 على 5 هيساوي 2.8. وبكده يبقى أنا جبت الانحراف الإيه؟ المعياري. نشوف سؤال تاني بيقول لي إذا كان عندي شكل مقابل أهو يمثل منحنى الدالة د. الشكل اللي أنت شايفه ده كده بيمثل منحنى دالة. طيب قبل ما أكمل يا جماعة، هو ده منحنى دالة إيه؟ تربيعية. طب حتى هو بيقول لك أهو دالة س عبارة عن ميم ناقص س تربيع. إذا كان واو قالب بأربعة عايز قيمة ميم. طيب الأول كده هو بيقول لي من واو لألف الحتة دي كده بأربعة. طيب هقول له عظيم. طيب هو يا شباب ألف دي مش نقطة بتقع على المنحنى؟ هقول لك أي. قال لي يا مستر المنحنى بيمر بيها والحتة دي بأربعة. طب هي الألف دي بتقع على محور مين؟ الصاد. يبقى السين بتاعها بإيه؟ بصفر. وطولها أربعة يبقى إحداثها صفر وإيه؟ وأربعة. تاني خد بالك عشان الرسمة دي في نماذج كتاب المدرسة وبتتكرر كتير في الامتحانات. أنا عندي الألف بتقع على محور الصادات يبقى السينات بتاعتها بصفر، وطولها بأربع وحدات يبقى إحداثها صفر وأربعة. هستخدم النقطة دي يا شباب إن أنا أعوض بيها وأجيب مين؟ ميم. تعالى كده نشوف هنحل إزاي. طيب أنا عندي الدالة بتاعتي دالة س بتساوي ميم ناقص س تربيع. هقول له النقطة صفر وأربعة بتحقق. يعني إيه يا مستر بتحقق؟ يعني يا حبيبي تيجي مكان السين، هتيجي مكان السين وتعوض عنها بصفر، ومكان الصاد هتعوض عنها بأربعة. يبقى ميم ناقص أنا عندي السين بكام؟ بصفر، يبقى صفر تربيع بصفر هتساوي دالة س اللي هي صاد. الصاد عندي بكام؟ بأربعة. طبعا ميم ناقص صفر اللي هي بميم، يبقى الميم هتطلع عندي بكام؟ بأربعة. يبقى أنا جبت له قيمة ميم هتبقى بكام يا شباب؟ بأربعة. طيب المطلوب التاني بيقول لي هات لي إحداثي ب وجيم. طيب هجيب له إحداثي ب وجيم إزاي؟ لو انت جيت بصيت للنقطة ب، انت ملاحظ ايه؟ هتقول لي يا مستر بتقع على محور السينات، يبقى الصادات بايه؟ بصفر. زي الفل. بس قبل ما تعوض تعالى كده اظبط المعادلة بتاعتك. انا المعادلة بتاعتها تبقى دالة س بتساوي، هشيل الميم بقى واحط قيمتها بكام؟ 4 ناقص س تربيع. هقول له انا عندي النقطة ب بتقع على محور السينات، إذا الصاد بتاعتها هتبقى بإيه؟ بصفر.
تعال عوض يلا كده يا باشا، يبقى 4 ناقص س تربيع هتساوي صفر. هاخد السالب س تربيع الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى س تربيع بأربعة، يبقى الس هاخد الموجب والسالب اتنين، يبقى الس بموجب أو سالب اتنين. طب يا مستر أنا عندي قيمتين، يا ترى البه دي هتبقى بالموجب ولا بالسالب؟ هقول لك شغل دماغك، السين دي الموجبة ولا السالبة؟ هتقولي لأ ده دي السين الموجبة واللي هناك دي سين شرطة دي هي السالبة. يبقى أنا عندي الب هنا إحداثيها هيبقى كام؟ هيبقى اتنين وصفر. طب ليه ما خدتش السالب اتنين؟ لأن دي بتقع في الجزء الموجب لمحور السينات، تمام؟ إنما هنا جيم برضو بتقع على محور السينات، الصادات بتاعتها هتبقى بصفر، إنما الجيم في الجزء السالب يبقى هاخد مين؟ السالب اتنين. يبقى انا كده جبت احداثي الب والاي والجي. طيب بعد كده المطلوب الثالث بيقول لي هات لي مساحه سطح المثلث اللي رؤوسه الف وب وجيم، عايز مساحه المثلث ده. طيب تعالى نجيب كده مساحه المثلث، عايز يجيب مساحه المثلث. تعالى كده الاول اوصل لك المثلث عشان تاخد بالك منه، اهوت مثلث ده المثلث بتاعي، عايز اجيب مساحه المثلث. هتقول لي والله يا مستر انا فاكر ان مساحه المثلث نص طول القاعده في الارتفاع. هقول لك عظيم قوي. طب القاعده بتاعتك فين؟ اللي هي من ب يا مستر لحد الجيم، دي القاعده. طيب القاعده عندك بكام؟ مش دي بوحدتين موجب ودي بوحدتين سالب، اللي هي يعني 2 موجب وهنا 2 في الاتجاه الايه؟ السالب. يبقى القاعده كلها بكام؟ باربعه. يبقى اقول له مساحه المثلث ألف ب ج هتساوي نص في القاعدة عندي دي 2 ودي 2 يبقى كام؟ 4. في الارتفاع، الارتفاع يا حبيبي بيبقى عمودي، الارتفاع بيبقى عمودي، ألف واو أصلا هو مديلك بكام؟ بأربعة. طبعا على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الاتنين، الاتنين في أربعة بتمانية، ودي مساحة يبقى وحدة إيه؟ يبقى وحدة مربعة. بكده يا جماعة نكون انتهينا من مراجعة الجبر والإحصاء، ولا لقاء آخر في مراجعة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.